فاجأت عارضة الأزياء اللبنانية العالمية نور عريضة الجميع بقرارة مؤخرا، إذ أعلنت مغادرتها للبنان بعد الأزمات اللي واجهها البلد، إذ نشرت على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام صورة جمعتها ببنت آيلا من مطار بيروت بعد ما قررت العائلة الهجرة. وعلقت نور عريضة على الصورة بعبارة بيروت كسرت قلبنا. كما ظهرت نور بفيديو آخر نشرته على صفحتها مع آيلا وهي عم تقول: من ميلي مبسوطة كتير، يعني هالفرصة ما بتجي كل يوم للإنسان، بس من ميلي تاني كل حياتي عشتها هون، بصراحة مش عارفة شو بدي حس من جوا. ومن الواضح انه نور عريضة قررت الانتقال الى باريس للعيش هناك. كل حياتي بدي هون صراحة، ما انا عارفة شو بدي حس من جوا. نور عريضة ما قدرت تتحمل هي وزوجها العيش الصعب بلبنان، خصوصا انه وبمقابلة سابقة مع علي ياسين اوضحت انه كان عندها صراع حول اتخاذ خطوة الهجرة ومغادرة لبنان، الا ان هي وزوجها اخذت القرار النهائي هلأ واعلنتها. منعرف قد اليوم نحن كلبنانية قد منفكر نهاجر يمكن ونترك لبنان. شي بيزعل نور، انت بتقدر تسافري باعتبار شغلك برا اكتر من لبنان، ليه بعدك بلبنان؟ هيدا الشي اللي بنتخانق اكتر شي انا وجوزي عليه صراحة. يعني هو دايما وانا عندي opportunities، يعني في بكره دوشنتي انا شغلي، ما عندي شيء شغل هون، يعني كل شغلي بين دبي واكثر شيء بباريس وباوروبا يعني. سو انا بكره في دوشنتي وروح لهونيك واقعد بكون مرتاحه وبكون في سكيورتي لبنتي اكثر ومدرسه وهيك. ما لهلا ما قادره فل، ما بعرف كيف افسر لك، يعني قلبي دايما هون، تعرف لبنان والعائلة، مع انه ما منستاهل، ما في شيء هون حرزين نبقى كرماله يعني. بس ناطرة يعني، ما بعرف، حاسش نهار باكي رح ندب ونفلم لكل هالعالم يعني، ما فين بعده رح يضلوا هون. بس لهلأ بعدنا قادرين وبعدنا عم نجرب نضحي شوي تنكون هون مع الناس اللي منحبها.